أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة عبر حسابه بتويتر أن الدولة تقف بحزم تجاه من يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، وتتم معاقبة من يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 100,000 ريال أو كلا العقوبتين. كما بيّن حساب البرنامج أن العقوبات تشمل أعمال التعدي على المواقع الأثرية والتراثية وإزالتها أو إلحاق الضرر بها. أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة عبر حسابه بتويتر أن الدولة تقف بحزم تجاه من يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، وتتم معاقبة من يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 100,000 ريال أو كلا العقوبتين. كما بيّن حساب البرنامج أن العقوبات تشمل أعمال التعدي على المواقع الأثرية والتراثية وإزالتها أو إلحاق الضرر بها.